هناك كتاب، هناك كتاب جهال يقولون ما فيه دجال، وإنما هذا عبارة عن كثرة الكذب في آخر الزمان، ولا فيه نزول عيسى، وإنما هذا عبارة عن ظهور الحق، ولا ما ينزل عيسى. هذا كفر، هذا إنكار للمتواتر، إنكار للمتواتر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن القرآن دل على نزول عيسى عليه السلام، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. هذا دليل على أنه ينزل في آخر الزمان، ويؤمن به اليهود الذين كفروا به بالأول يؤمنون به. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وفي الآية الأخرى قال في عيسى عليه السلام: وإنه لعلم للساعة، يعني نزول عيسى علم للساعة يعني علامة. وفي قراءة: وإنه لعلم للساعة، فنزول عيسى بن مريم من السماء علامة على قيام الساعة، فهو من علامات الساعة ومن أشراط الساعة. نعم.